حلقات برنامجكم سوق الجمال. وفي سوق الجمال النهارده ان شاء الله هنتكلم عن جزء جديد ومنطقه جديده من مناطق الجمال في جسم الانسان، وهو بشره الانسان او جلد الانسان، وبتحديدا هنتكلم عن الشعر الزائد في المناطق المختلفه للانسان طبعا، وبالاخص الموضوع ده بيهم طبعا السيدات او الفتيات. بيكون في مناطق كتير جدا في الجسم فيها شعر بيحاولوا يزيلوها. عندنا طرق عديده وكتيره جدا، منها ما هو طبي ومعروف، ومنها ما هو تقليدي ممكن يتم في البيت عادي وبوسائل وطرق خفيفه جدا ورخيصه وتقليديه وسهله الاستخدام لكل الناس. احنا النهارده على الطرق المختلفه لازاله الشعر الزائد، وتحديدا هنركز شويه على موضوع الطبي وهو موضوع ازاله الشعر بالليزر. الموضوع برضو اللي يهمنا ناس كتير جدا بتسال عنه، الا وهو الطرق كتير جدا، ولكن هل انا او اي شخص متاح لي ان هو يستخدم اي طريقه، ولا هناك ضوابط معينه في جسم الانسان وبشره الانسان بتحدد وبتحتم عليه انه يستخدم طرق معينه او طريقه معينه دون غيرها. ان شاء الله يسعدنا ويشرفنا ان احنا نستضيف في الاستوديو لمناقشه هذا الموضوع الدكتوره وضيفتنا العزيزه الدكتوره ولاء الهادي، استشاري الجلديه والليزر والتجميل جامعه الزقازيق. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا النهارده. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. عايزين يا دكتور نبدا بالسؤال اللي انا طرحته في المقدمه، قلت اني يعني الطرق كتير جدا ولكن الناس عندها تخوف من اختيار الطريقه، هل الواحد من حقه ليه الخيار انه يختار اي طريقه، ولا في طرق بتناسب اجسام معينه؟ لا طبعا، اكيد بتختلف من جسم لجسم وبتختلف عن طبيعه البشره لونها. احنا عندنا يجي 6 طيب من البشره بنقسمها على حسب اللون، يمكن في مصر من 3 ل 6، وده بنعتبره بنقي نوع الليزر اللي بيناسب البشره البيضه غير النوع الليزر اللي بيناسب البشره الغامقه. لو عملنا بنوع ليزر للبشره البيضاء لبشره غامقه ممكن يسبب لها حروق وحاجات مختلفه. جميل. طب بالنسبه يا دكتور للطرق، احنا عايزين الليزر طبعا هنتكلم عنه بشكل مفصل جدا. تمام. ولكن بالنسبه للطرق، في طرق تقليديه بتتم في البيت، في طرق تقليديه او في طرق طبيه طبعا بتتم عادات، ولكن نلقي الضوء الاول على الناس كلها هي ممكن نذكرها ونذكر هل متاحه لاي حد، في تقييدات على استخدامها؟ لا، هي متاحه تقريبا لكل الناس، بس في انواع معينه ممكن تعمل حساسيه للبشره الحساسه. فهي الطرق طبعا زي السويت والشمع او الكريمات ازاله الشعر. طبعا لو حد حصل له حساسيه من الانواع دي لازم يراجع الطبيب، بندي لها كريمات بتهدي الالتهاب، لو بعد الازاله بيطلع حبوب او حاجه بتاخد مضاد حيوي، كريمات معينه ممكن تهدي الامور. ده مبقاش فيه اي مشكله خالص يعني؟ ما فيش موانع؟ لا، ما فيش موانع في الطرق. طب اخطر الطرق الثلاثه اللي حضرتك ذكرتيهم ومع الشيفين كمان؟ الشمع. من حيث يعني؟ بحيث انه بتبقى في درجه حراره للشمع ممكن تكون عاليه جدا مش مناسبه لبشره معينه تسبب حروق. بتسبب حروق؟ ممكن توصل، ممكن توصل لكده يعني؟ توصل لحروق. حروق. تمام. طيب بالنسبه يا دكتور برضو، احنا طبعا بنتكلم عن الشعر والشعر الزائد. تمام. طبعا في الشعر العادي اللي هو معروف المناطق المفترض يزال فيها الشعر، لكن دلوقتي عايزين نركز على المناطق اللي هي بتوصل لحاله من الهوس، الا وهي المناطق اللي هي او الحالات اللي هي بتبقى فيها الشعر كثيف. تمام. عايزين نعرف ايه هي اسباب كثافه الشعر في جسم الانسان. تمام. اول سبب واهمهم على الاطلاق عامل وراثي. العامل الوراثي. تمام. بتبقى في عائلات من الاب من الام. تاني حاجه مهمه جدا برضو الخلل في الهرمونات. بنلاقي في بعض العيانين زياده في الشعر خصوصا في منطقه الدقن اللي هي المنطقه الذكوريه، وده لما بنعمل تحاليل بنلاقي زياده في نسبه هرمون الذكوره. بنطلب منها تعمل تحليل زي التستوستيرون فري وتوتال وده يقيس، ونبدا ننسق مع دكتور النساء انه يديلها حاجات معينه بتبدا تحسن الهرمون ده او تضعفه. في كمان سبب مهم جدا اللي هو خلل في المبايض زي تكيسات على المبيض. لما بيكون في تكيسات على المبيض برضو ده بيزود هرمون الذكوره، والنتيجه له ان الشعر بيزيد في الاماكن المختلفه خصوصا في مكان الذكوره. معقوله يعني التكيسات على المبيض ليها علاقه بزياده وكثافه الشعر في جسم المراه؟ طبعا، من الاسباب المهمه جدا اللي بنشوفها كتير في العيادات. يعني هو الخلل الهرموني وتكيسات المبايض والعامل الوراثي. واكتر حاجه الحالات الشائعه يا دكتور حضرتك بتشوفيها بتبقى ناتجه عن ايه في الثلاث اسباب اللي حضرتك ذكرتيهم؟ انا شفتهم تقريبا كلهم، بس يمكن تكيسات المبيض شفتها كتير اكتر. وده بتراجع حد نساء بيبدا يعمل سونار على المبايض وبيكتشفها وبيبدا يعالجها. ده موضوع بسيط جدا. بسيط ان شاء الله. طيب بالنسبه لحضرتك احنا ذكرنا الطرق التقليديه وذكرنا هنذكر دلوقتي وحضرتك يعني لمحتي لطرق الليزر. تمام. ليه حضرتك كطبيبه متخصصه بتفضلي موضوع الليزر لازاله الشعر الزائد؟ تمام. لان الليزر بيضعف بصيله الشعر،
فبيقدر يحللي الموضوع من جذره. يعني الطرق التقليدية هي بتشيل الشعر ومفيش أسبوع بالكتير بيطلع الشعر زي ما هو سميك طويل، ممكن يعمل لها التهابات. لكن الليزر بيشتغل على البصيلة بتاعت الشعر الجلد. داخل الجلد بيضعف بصيلة الشعر لدرجة انها تكون غير قادرة انها تطلع شعرها، لكن ما بيموتهاش. عشان كده في حاجة خاطئة ان الليزر ده بيعمل ازالة نهائية للشعر، وده مش مظبوط تماما، لان الليزر مش بيموت البصيله، هو بيضعفها فقط، لكن بيغير فورمه الشعر تماما. يعني بدل ما كانت الشعر سميكه وتخينه بتبدا انها تخف، بتطلع بعد فترات متفاوته. واحنا معانا يا دكتور دلوقتي حضرتك ايه؟ بتوضحيه دلوقتي، حضرتك بتقول انها بتضعف. ده طرق تمام. ازاله الليزر تمام. ده للشعر. طريقه، ده بجهاز الجنتلي سكانديلا، يمكن يعتبر ده من اقوى الاجهزه. ده الومضه بتاعته اسمها اليكس. بنبدأ نوجه النبضات بتنزل على البصيلة بتاعت الشعر، بدأت اهي تمتص بالبصيلة وبتضعف الميلانين اللي شغال في بصيلة الشعر نفسها، ودي تقريبا بتاخد شهر قصتها من جلسات اللي بتضعف الشعر البصيلة تماما. طيب دلوقتي عشان التحضير بقى، يعني دلوقتي انا داخل هعمل إزالة للشعر بالليزر، هل في تحضيرات قبلية لازم انا اعملها عشان ادخل موضوع عملية طبعا. الليزر ده؟ اكيد. لازم يكون الشعر متشال بالشيفنج، ما ينفعش تكون جايه لي عينه شايله الشعر بالسويت امبارح مثلا وتقول لي اعملي لي النهارده جلسه، هقول لها لا طبعا انت مش هتستفيدي تماما من الجلسه. طب ايه السبب يا دكتور ان لازم اعمل شيفنج او حلاقه؟ يعني خلينا نقول مش بالكريم، مش بالسويت، مش بالواكس، مش باي ممكن حاجه خالص. بالكريم، لان الكريم مش بيشيل البصيله. الكريم بيقطع الشعره، ملهوش علاقه بالبصيله، لكن بالطرق اللي بتشيل البصيله نفسها اللي هي الواكس والسويت، ده ما ينفعش تماما تعمل ليزر بعدها. ممكن استنى اسبوع او 10 ايام لما نخش في مرحله النمو بتاعت الشعر. يبقى لازم ده حاجه اساسيه او تمام. جزء اساسي من الموضوع الليزر، لازم تمام. يكون تحضير قبلها، لازم عشان ما اشيلش البصيله، لان حضرتك بتقولي ان الليزر بيشتغل على البصيله، البصيله انا نفسها. ماليش دعوه بالشعر الخارجيه تماما. يعني هو صحيح الليزر ممكن يحرق الشعر الخارجيه، بس الليزر ده مش سويت، احنا على البصيله. طب حضرتك بتقولي لازم يسيب بصيله مكانها كده، لو حصل اي مثلا سويت هتشيل بصيله. تمام. طب ما هو شلت البصيله الشعر هتطلع ما هو ليه البصيله بقى؟ بتتكون بعد كده، البصيله في وقت بتتكون قصير؟ ايوه طبعا. يعني ممكن تاخد على حسب برضو طبيعه العينه والهرمونات اللي عندها، ممكن ناس بعد 3 4 ايام تبدا الشعره تنمو، فانا باخدها في مرحله النمو. الليزر ما بيجيبش نتيجه كويسه غير في مرحله نمو الشعره. مرحله نمو الشعر تمام. يعني عشان دوره الشعر تقريبا 3 اسابيع اعتقد، تقريبا من 3 اسابيع لشهر انا باخدها. طبعا اول ما توصل للثلاث اسابيع نبدا ايوه نتكلم تمام. في موضوع الليزر ده، عشان ماخدهاش كده وهي صغيره. انا بقول للناس يعني متوسط الجلسات جلسه كل شهر 3 اسابيع شهر، بتختلف على طبيعه العينه وهل عندها اختلال في الهرمونات. في ناس بتبقى عندها خلل في الهرمونات ممكن تطلع بعد اسبوعين، انا اقول لها تمام اول ما تطلع الشعره وتبدا تظهر، بس تمام. مش كبيره طبعا، مش هنستنى انها تطول، انا عايزاها في مرحله النمو اللي هي دوبك 1 ملي، تيجي على طول نعمل لها الجلسة. تمام. طيب العد جلسات اللي المناسب، انا عارف طبعا كل جسم بيختلف عن التاني اكيد، ولكن طبعا عد الرينج يعني او الافريج اللي بتحتاجه او بيحتاجه الجسم، كم جلسة تقريبا ليزر عشان نخلص من موضوع الشعر الزائد ده تماما؟ يعني متوسط من 6 لـ8 جلسات. من 6 لثمان ل 8 جلسات. جلسات والجلسة تقريبا قد ايه؟ الجلسة كل شهر، ما بين كل جلسة وجلسة شهر. شهر شهر يعني كامل. مش اسبوعين او؟ لا ما ينفعش. ده في ناس متوقعه ان ممكن مثلا كل يومين نعمل جلسه لا عشان ما نخلص تستفدش. الموضوع ده خالص. انا نفس الكلام، الاعتقاد اللي انا عايزه اوصله للمشاهدين النهارده ان الليزر بيشتغل على البصيله، انا لازم استنى البصيله لما تتنشط، ما ينفعش تجيلي النهارده او تقولي انا عروسه ده في خلال شهر الشكون راح. لا، انت تمام. اقصاها تعملي جلستين، اكتر من كده ما ينفعش، غير كده انت بتهدري وقتك وفلوسك على الارض. يا دكتور فاصل قصير ان شاء الله ونرجع نكمل مناقشتنا. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ونرجع بعدين نكمل نقاشنا مع الدكتورة ولاء، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن طرق إزالة الشعر وخصوصا طريقة الليزر مع الدكتورة ولاء. طبعا دكتور ولاء اتكلمنا شوية عن الطرق التقليدية، واتكلمنا تحديدا عن الموضوع الطبي ألا وهو إزالة الشعر الزائد عن طريق الليزر. لسه لغاية دلوقتي معرفناش أو معرفناش السادة المشاهدين تحديدا إيه هو الليزر، عشان بس الناس ما تقلقش. تمام. الليزر هو عبارة عن طول موجي معين بيمشي في خط مستقيم بيتوجه لبصيلة الشعرة، فيضعفها عن طريق ان هو بيمتص بالميلانين بتاع بصيلة الشعر، يضعفها لدرجة انها تكون غير قادرة انها تطلع شعر بس مش ميتة. تمام. نقف عند التعريف ده لانه مهم جدا. تمام. وناخد اتصال تليفوني من أتفضل. الاستاذة اسراء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم استاذة اسراء.
ايوه الو، السلام عليكم، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه بس اكلم الدكتور. اتفضلي دكتوره مع حضرتك. هو انا بيطلع لي حبوب كتير تحت الجلد لما بشيل الشعر، هل الليزر هينفع معايا حلل كده؟ اه طبعا ده حل مثالي لحضرتك. مش اتفضلي طيب وانا هجاوب. طب في اي سؤال تاني استاذ اسراء؟ ايه؟ في اي سؤال تاني مع حضرتك؟ اه عايزه بس اسال الدكتور، انا بيطلع لي حبوب في وشي تحت الجلد برضو، ويعني تقيله جدا، ما بتطلعش، بتفضل لفتره طويله، حتى انتي بياتك وكل الحاجات الكتيره اللي بتتحط للبشره مع الحبوب ما بتروحش، تحت الجلد بتفضل مكانها، اثرها بيبقى لونه غامق. هل في حل كده ولا؟ اسالها. طب ده له علاقه بازاله الشعر؟ يعني لما بتشيليها بالطرق التقليديه بتحسي ان الحبوب بتطلع بعد ازاله الشعر بيومين او ثلاثه؟ لا تمام يا استاذ، هجاوب عليكي حالا. حاضر ماشي، شكرا استاذه اسراء على اتصالك، الدكتور هيجاوب حضرتك حالا. يمكن اسراء عندها مشكله بتواجه شباب كتير في فتره من 18 سنه ل 25، هي حب الشباب دي برضو بيبقى لها علاقه بالهرمونات، هي حتى بتقول بتجي لي قبل الدوره حبلت كتير جدا. هي برضو انا انصحها تعمل تحليل تشوف الهرمونات بتاعتها مظبوطه، تعمل تحليل تستوستيرون فري وتوتال، وتتوجه لاقرب طبيب هيبدا يفحصها ويديها العلاج المناسب لها. تمام. طيب السؤال، الموضوع اللي تحت الجلد دوت، ده يعتبر نوع من انواع حب الشباب ولا شيء مختلف؟ عندها تحت الجلد ده ممكن برضو يكون له علاقة بالشعر. في بعض الناس اللي الشعر عندها سميك وتقيل، لما تيجي تشيل الشعر بيبدأ يعمل لها حبوب تحت الجلد، نتيجة ان الشعرة بتكون تقيلة جدا وتبدأ تلف وتخش من نفس المكان تاني. وده يمكن بتشوفه في رجالة كتير او بنشوفه في السيدات في منطقة رجليها، وده بيعمل لهم حاجة اسمها جلد الوزة. يعني يمكن ناس بتيجي تشيل الشعر بالليزر بسبب المشكلة دي، مش ان الشعر مضايقها، لا هو مش مضايقها الحبوب اللي بتطلع بعد ازالة الشعر او التحبيبة اللي بتحصل. ان احنا بنوع الليزر انا بقى هتكلم على انواع الليزر. الليزر طبعا لان الليزر فيه انواع كتير، ونتيجة ازالة الشعر بالليزر بتعتمد على اختيار الطبيب لنوع الليزر اللي بيستخدمه. كان في حاجة اسمها وميض ضوئي اسمه IBL، وده تماما مش ليزر طبعا، ده كان بيحتاج عدد جلسات كتير جدا ونتيجته كانت غير مرضية، ومجرد ما بتوقف الجلسات بيبدا الشعر يحصل له ستيميليشن تاني ويبدا ينمو زي ما كان بالظبط تقريبا. بعد كده بدا يظهر اجهزه زي الديود، ودي برده نتائجها تعتبر كويسه بس برده بتحتاج عدد جلسات اكتر. في جهاز تاني اسمه الNDX، ويمكن ده جهاز مثالي لاصحاب البشره الغامقه، لان تقريبا الاثار الجانبيه معاه كانت تكون غير موجوده، ما بيسببش اي حروق، بيكون مناسب جدا للبشره الغامقه. تمام. ممكن نقف عند النوع ده يا دكتور وناخد اتصال اخر. من الاستاذ عصام. السلام عليكم استاذ عصام. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. حضرتك منور والدكتوره منوره. بنورك والله، شرف لينا مشاهدتك. والله الله يخليك يا حبيبي، عندي سؤال لو سمحت اسال الدكتوره سؤال. اتفضل. لو سمحت يا دكتوره ولاء. اتفضل. في بعض الشعر بيطلع في الودن في الاذن يعني. تمام. طبعا في ناس بيقولوا لي شيلوا بالفتله، هل الفتله دي مش معقول اروح اجهزه التجميل واروح ادفع ليزر وحاجات وممكن تكون مكلفه علشان اشيل شويه شعر في ودني، حضرتك تنصحيني بايه؟ حاضر هرد على حضرتك. شكرا استاذ عصام على اتصال حضرتك. الدكتور هيجاوبك حالا. يمكن انا مبسوطه ان في حد ميل اتصل بينا راجل، يعني علشان انا عايزه اقول برضو ان الليزر مش بس للسيدات. الليزر بينفع جدا للرجال. ممكن لها تقريبا اللي له شعر ضعيف ويمكن ياخد جلسه او اتنين الشعره تبدا تبقى ضعيفه، فتبدا الالتهابات. طب معنى ان حضرتك تاخري ميعاد طلوعها؟ لا مستمر؟ اكيد بيتاخر ميعاد طلوعها، والشعر نفسها بتبقى ضعيفه ما بتغزغزش وهي طالعه، لان الحبوب بتحصل عشان هي بتغز وهي طالعه، تبدا يجي عليها بكتيريا تبدا تعمل حبوب. جميل. في ناس بتطلع لها شعر تقيل جدا مثلا في منطقه الظهر، وبيبقى ده حاجه جماليه سيئه، يعني مش معنى ان هو راجل يبقى كده، يعني يبقى جسمه كله مغطى بالشعر طبعا، فهو لازم برضو يجي يعمل جلسه او اتنين، يمكن ما بيعملش الجلسات كلها، يعني اقصاها جلستين او ثلاثه، لان هو عايز يقلل الشعر، هو مش عايز يزيله تماما. تمام. طب دكتور انا عايز برضو انتهز فرصه الموضوع دوت ونقول، هل موضوع جلسات ليزر دي موضوع مؤلم شويه؟ هل ده يخوف؟ لا بالعكس، هو الالم بتاعها بسيط جدا، يمكن اقل من الطرق التقليديه. كمان لو في حد احساسه بالالم عالي شويه بنحط لها كريم مخدر قبل الجلسه، بتبقى الامور كويسه تماما. جميل. طيب احنا معانا دكتور فيديو على الشاشه. ده فيديو بيبدا يوري لنا الانواع بتاعه الليزر. هتبدا تطلع دلوقتي الانواع اللي انا لسه متكلمه عليها. ايوه.
دي حاله طبعا قبل وبعد. طب يا دكتور، واحنا بنستغل الفرصه في انواع الليزر، هل من حقي اسال الطبيب انت حضرتك بتستخدم نوع ايه؟ لازم، علشان ممكن يكون بيستخدم الاي بي ال على سبيل المثال وانا ما اعرفش. احنا جالنا حالات كتير كانت بتستخدم ليزر غلط وكانت متضايقه من النتيجه. لكن مجرد ما تنقلها الجهاز الصح بتبقى الامور كويسه جدا. وحق المريضه لازم قبل ما تعمل جلسه ليزر تسال ايه نوع الجهاز المستخدم؟ ايه المناسب لبشرتي؟ تمام. لان فعلا زي حضرتك قلتي ان دلوقتي في انواع ما بتنديش، انواع في انواع رخيصه شويه حديثه جدا. يعني يمكن لو عملت 12 جلسه بالاي بي ال مش هيجي زي جلسه بال مثلا ان دياج او بالكانديلا، بجهاز جنتليس كانديلا ده يعتبر اقوى الاجهزه على الاطلاق. انا عايز الساده المشاهدين طبعا يخلي بالهم من الاسماء والمصطلحات اللي الدكتور بتقولها، علشان اول ما يجي يروح لاي مركز متخصص في ازاله الشعر يسال ايه هي الانواع الليزر اللي انتم بتستخدموها، عشان ممكن تكون انواع قديمه وهيتعب ياخد جلسات اكتر، وزي ما قالت الدكتوره مش نافعه بنسبه كبيره زي الحديث يعني. تمام، نكمل حضرتك. ويمكن وقفنا على الان دياج، النوع الان دياج، وقلنا ان هو مناسب للبشره الغامقه. في بقى النوع الاقوى على الاطلاق اسمه الالكسندرايت او الاليكس، وده قوي جدا وبيناسب جميع انواع الشعر الخفيف والتقيل منها. في نوع جديد خالص اسمه الليزر المزدوج او الدويتو، ده حاجة حديثة، تقنية حديثة بتطلع شعاع ليزر اتنين نوعين، الان دياج بتدمجه مع الاليكس، طبعا جميل. بيحسن النتيجة جدا. جميل. طب احنا معانا دلوقتي مجموعة من الصور، ممكن حضرتك يعني توضحهم لنا وتعلق لنا عليهم. تمام. هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ الاستاذ احمد الصور جاهزة معانا؟ تمام. ايوه، ده جهاز الالكسندرايت اللي انا بتكلم عليه، وده من اقوى الاجهزة وبيناسب جميع انواع البشرة، وكمان بيناسب ده جهاز الديود. هو برده شكله كده موجود في العياده او المستشفى بالشكل ده، وبيبقى برده فيه تبريد عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين. وده الان دياج اللي هو مناسب للبشره الغامقه. ايوه. وده الوميض اللي احنا قلنا عليه اساسا مش ليزر، اللي هو الاي بي ال. الاي بي ال. تمام. ده حالات ازاله للظهر زي ما انا قلت لحضرتك. ده شعر في الظهر. بيبقى زايد طبعا منظره التجميلي سيء. ما شاء الله، يعني الشعر اكيد ده بيجيب نتائج ازاله الشعر بالليزر مرضيه جدا. تمام. طيب برضو شيء يذكر برضو موضوع الرجال وموضوع ثلاثي عصام، موضوع الشعر موجود في الاذن. هو بقى ده حاجه ترجع لراحته، هو عايز يشيلها بالفتله زي ما بقال براحته، عايز يعمل جلستين ثلاثه ليزر اكيد افضل، ومش هتبقى مكلفه لان كميه الشعر اللي عنده مش كتير، فاكيد انا لو انصحه يعمل جلستين ثلاثه ليزر ويخلص من الموضوع. ما هو سؤاله كان بيقول انا مش عايز ادخل في موال الجلسات والكلام ده كله، يبقى يشيله. يشيله بقى بالطرق العاديه. بالطرق العاديه طالما مش مزعج بالنسبه له، مضايقه يشيله بالليزر ويخلص. تمام. طيب برضو كنا بنتكلم برضو قبل عرض الفيديو بتاع الازاله بالليزر على موضوع حضرتك قلتي ان هو مش مقلق او الالم بتاعه بسيط، لكن بسيط اعتقد في مبدر او بيتحط. تمام. في بعض العيانين بيبقوا حساسين شويه. انا قبل الجلسه ببدا اديلها كريم مخدر، بتحطه قبل الجلسه بنص ساعه، بتخش الجلسه تقريبا ما تاخدش اكتر من 5 دقائق. ده برضو انا عايزه اقول ان الجلسه بتاعت الليزر ما بتاخدش وقت، او هي مش عمليه، هي حاجه مبسطه جدا. دقائق. على حسب المنطقه، يعني حد هتعمل جسمها كله اكيد هتاخد وقت، حد هتعمل شنبها دقنها وقت بسيط ما يكملش 5 دقائق. طب يا دكتور، في ناس بتعوز انها تعمل تيجي حضرتك تقول عايزه الشعر كله بتاع الجسم، حضرتك بتحبذي الكلام دوت ولا المفترض مناطق اللي هي معهوده ومعروفه؟ انا بحبذه في ناس، يعني لو جات لي واحده انا لقيت ان الشعر في جسمها ضعيف وبسيط حقيقي، انا بنصحها اقول لها بلاش، انت اعملي المناطق الشديده بس زي البيكيني او اندر ارم، الحاجات التقيله، لكن هي هتكلف نفسها وانا شايفه الشعر ملوش لازمه يتشال بالليزر. لكن في حالات مرضيه بيبقى عندهم زياده في الهرمونات تعمل لهم شعر تقريبا شبه الرجاله، فاكيد انا بنصحها تعمله كله بالليزر. لازم طبيعي. طبيعي. طيب افضل من خلال خبره حضرتك والعلم نفسه، هل افضل مين هم افضل ناس بيجيب معاهم الليزر يعني نتائج ممتازه يعني؟ ده سؤال كويس جدا. افضل الناس البشره الفاتحه اللي بيطلع لها شعر سميك وتخين ولونه غامق، لان الليزر بيمتص زي ما قلنا بيشتغل على الميلانين اللي في بصيله الشعر، كل ما كانت الشعره غامقه كل ما كانت نتيجه الليزر افضل. تمام. يعني البشره الفاتحه مع الشعره الغامقه السميكه الغامقه. تمام. طيب بالنسبه بقى يا دكتور، اتكلمنا تقريبا يعني اعتقد الناس اقتنعت، لكن اي حاجه بقى ليها ايجابيات وليها سلبيات. اكيد. نبدا بحضرتك، تفضل ايه؟ نقول الايجابيات الاول. نقول الايجابيات نرغب الناس. تمام. اتفضلي. اولا الليزر بيقدر يقلل
الشعر بصفه مستمره تقريبا. هو طبعا انا قلت ما بينهوش نهائيا، بس في ناس اللي عندها زياده في الهرمونات بيطلع لها شعر شبيه للرجاله، دي حاجه نفسيه سيئه جدا. فاكيد لو قدر الليزر يحللها المشكله دي او على الاقل تبقى زي الناس الطبيعيه، ده حللها المشكله النفسيه. وانا شايفه النفسيه دي بالنسبه للست حاجه مهمه جدا. جميل. اضرار الليزر تقريبا مش موجود له اضرار طالما بيستخدم جهاز مناسب وعلى بشره صح، فتقريبا ملهوش اي اثار جانبيه. لو حصل اثار جانبيه بتبقى شويه احمرار او حروق بسيطه، وده طبعا ما بيحصلش مع الاجهزه الكويسه اللي فيها تبريد. كان في برضو حاجه بتتقال على الليزر وهي مش صحيحه بالمره، انه بيسبب كانسر او سرطان للجلد. مفيش حاله حتى الان كانت لها علاقه بازاله الشعر بالليزر. كمان هل هو سيف او امن اثناء فتره الحمل او على الجنين او حتى الرضاعه؟ هو امن تماما، لان الليزر بيروح لبصيلات الشعر فقط او الطبقه السطحيه من الجلد، هو ما بيخترقش الطبقه الداخليه، فملوش اي تاثير تماما تماما على الجنين او اثناء فتره الحمل او الرضاعه. تمام. طب بالنسبه لدكتور، حضرتك قلتي ان افضل نتائج بيعملها الليزر مع الناس اللي هم فاتحين في البشره. تمام. طب لو انا استخدمته مع الناس الغامقين، هل ممكن يتفاعل مع البشره ويعمل عندي التهابات ومشاكل؟ ممكن لو استخدمنا جهاز غلط. يعني بمعنى جهاز غلط، يعني ممكن الناس الغامقين يبقى لهم جهاز مناسب ليزر؟ اكيد، اللي هو الان دياج زي ما انا قلت لحضرتك في الاول. جميل. على الاقل نبدا بيه، يعني على الاقل انا ابدا بيه وابدا اهيئ البشره لانها تستقبل الليزر. جلسه او اتنين ممكن بقى احولها على الاليكس، لكن ممكن لو بدات بالاليكس على طول ممكن اسبب حروق. تمام. لا يعني موضوع الاختيار ده كان مبقاش بالمزاج، مهم جدا يعني. اختيار الجهاز واختيار الدكتور كمان، يعني حد يكون متمرس. اكيد هي بتيجي بالخبره، ازاي انا اقدر احدد نوع الليزر المناسب لكل حاله، مش زي بعض طبعا. تمام. في برضه حته يعني اكيد، واحنا بنتكلم عن موضوع يعني كم على بشره ونتكلم على الشعر، حضرتك قلت البشره الفاتحه بتجيب نتائج احسن، فالغامقه لازم نتكلم عليها. اكيد. حضرتك برضه قلتي اني موضوع الشعر السميكه والغامقه برضه بتجيب نتائج افضل. طب العكس بقى، لو عندي شعر ناعم، هل ده ممكن يسبب برضه مشكله؟ يبقى بعمل بحفر مثلا، او زي ما بقول بحرس في الميه، اني ما فيش اي نتيجه، بل بالعكس في ضرر من الليزر؟ ممكن فعلا يحصل ضرر. انا ممكن اشوف حاله تجيلي وتقولي عايزه اشيل مثلا شعري في وشي، بالذات الوش، وشعره خفيفه جدا وتعتبر مش باينه، انا انصحها اقول لها بلاش، لان هي ممكن تجيب نتيجه عكسيه في بعض الامور او بعض الاجهزه. بيحصل حاجه اسمها بارادوكسيكال افكت، او ان انا اجي اشيل شعر مش مناسب له الليزر يطلع لي شعر في مكان تاني. فطبعا مش كل، اكيد مش كل العيانين بيناسبها كل الحاجات. يعني ممكن المناطق الاساسيه اللي هي فيها شعر سميك ممكن استخدمها الليزر. تمام. والمناطق الناعمه لو منطقه ناعمه لدرجه انها ما تناسبش الليزر، بس في انواع ليزر او طرق معينه اقدر اشيل فيها الشعر الخفيف، بيتشال فعلا برضو، بس نتيجته ما بتكونش ملحوظه قوي للعينه زي الشعر التقيل. اكيد طبعا. طيب بالنسبه برضو في هناك مفاهيم طبعا اكيد خاطئه، ودي منتشره الحقيقه في موضوع الليزر. ناس كتير فاكره ان موضوع الليزر بيقضي على يعني الشعر تماما طول الحياه، مش تطلع تاني. لا لا غلط. ايه مدى صحه هذا الكلام؟ لا الكلام ده مش صحيح. ولازم الدكتور اللي بيعمل ليزر يفهم العينه كده. كتير كنت بشوف عيانين يجوا يقولوا انا عملت مثلا الدكتور قال لي 4 جلسات وخلاص وكده تمام ومش هشوف الشعر تاني، وتفاجئ ان بعد 6 شهور سنه الشعر رجع زي ما كان. اقول لها لا، انا قلنا ان هي اسمها هير ريدكشن، احنا بنقلل الشعر ما بنزلهوش، لان احنا ما بنموتش البصيله. تمام. ممكن نقف عند النقطه ديت وناخد اتصال من الاستاذه ريهام. السلام عليكم. الو. ايوه. السلام عليكم استاذه ريهام. السلام. انا كنت عايزه اكلم الدكتور. الدكتور مع حضرتك، اتفضلي بالسؤال. كنت عايزه اسال، لو انا عملت ازاله الشعر هل الشعر بيروح نهائيا ولا بعد، يعني لو انا عملت الجلسات مثلا اللي الدكتور قالت عليهم 6 جلسات، هل الشعر بيطلع تاني ولا بعد الجلسات دي ما بيطلعش تاني؟ تمام. في سؤال تاني؟ والجلد بيبقى عامل زي بيبقى في شعر كده تحت الجلد، هل الليزر بيضيع الشعر اللي تحت الجلد دوت؟ جميل، ممتاز. تمام. جدا. اي سؤال تاني استاذ ريهام؟ لا شكرا لحضرتك. حضرتك محتاجه اي اسئله من الاستاذ ريهام؟ تمام، احنا كنا لسه تقريبا. شكرا جزيلا استاذ ريهام. لسه السؤال الاول الاستاذ ريهام سالته كنا لسه بنجاوب عليه. ان ازاله الشعر مش نهائيه، هي بعد احنا قلنا المتوسط 6 جلسات. طالما مفيش اي مشكله في الهرمونات. بعد ما عملنا الـ6 جلسات ايه اللي بيحصل؟ ممكن نقول اكتر من 80% من الشعر بيكون ما بيطلعش فعلا، وبيطلع شعر بسيط. كام في المية دكتور تقريبا؟ 80، من 70 ل 80. ما بيطلعش نهائي؟ ما بيطلعش فعلا نهائي. وبيطلع في اماكن تانية، اماكن بسيطة، شعر بسيط جدا وخفيف طبعا، مش زي الشعر الاول.
انا بقول للعيانه المفروض ان انت بتعملي جلسه تثبيتيه كل فتره. الجلسه دي هتقولي يعني امتى بالظبط؟ هقول لها دي على حسب طبيعتك انت بقى او احساسك انت بالشعر. في حد ممكن يكون موسوس جدا يجي لي بعد 4 شهور يقول لي اعملي لي جلسه، او 6 شهور، لكن المتوسط بالنسبه لنا احنا سنه، كل سنه تعمل جلسه كده هي هتدنها على طول، محافظه على نفس النتيجه اللي وصلت لها بعد 6 جلسات. وعايزين برضو ننوه للساده المشاهدين طبعا ان حضرتك ذكرتي ان من 6 لـ 8 جلسات جلسات الليزر تمام. بينتهي الشعر. لما بعوز اعيد بعد سنه ما بعيدش 6 جلسات؟ لا طبعا، جلسه كل سنه. جلسه كل سنه خلاص، يعني موضوع السته تمام. في اول مره او 6 لـ 8 على حسب طبعا الجسم وكثافه الشعر، لكن بعد كده في المتابعه جلسه كل سنه كل وخلاص. سنة ممكن اكتر يا دكتور؟ كل سنتين. في ناس فعلا بتجيلي بعد سنتين بتكون مسافره مثلا، عملت الجلسات وسافرت السعوديه اي مكان، وتيجي بعد في الاجازه تعمل لها جلسه وتقعد عليها سنه سنتين كمان تمام، بيبقى كده كويس. لكن هتبطل خالص والسته خلصتهم وعدد سنتين 3 4 اكيد اكيد الشعر بيرجع تاني. جميل. طيب السؤال الثاني للاستاذه ريهام، قالت موضوع الشعر اللي بيظهر تحت الجلد احنا برضو جاوبنا عليه تقريبا بس هنعيده. طبعا الشعر لما بيظهر تحت الجلد بيكون شعره قويه، بتبدا وهي طالعه تلف من نفس المكان وتخش تاني، تبدا حاجه تعمل حاجه اسمها جلد الوزه. الحل المثالي او النهائي للمشكله دي ازاله الشعر، لان خلاص ضعفت البصيله فبدات ما تقدرش تبقى مدفونه تحت الجلد، بتبقى ضعيفه. تمام. طيب اتكلمنا طبعا عن التجهيزات قبل الليزر، واتكلمنا عن موضوع الليزر وانواعه والعمليه بتتم ازاي من يعني تضعيف البصيلة او ان خليها ضعيفه شويه البصيله. ما اتكلمناش عن الحاجات اللي حضرتك بتنصحي بيها الحاله بعد الليزر. في اشياء معينه لازم يعملها بعد طبعا الليزر؟ اكيد يعني اهم حاجه تحط واقي شمس لو عامله ازاله شعر في الليزر في الوجه، ما ينفعش اكون عامله لها النهارده وتيجي بكره تخرج في الصيف مثلا مشوار طويل في الشمس، اكيد ده هيعمل لها التهابات. واقي حضرتك تقصدي كريم مثلا؟ كريم واقي من اشعه الشمس. في بعض البشرات اللي بتبقى حساسه ببدا اديلها بعد الجلسه كريم مرطب، او لها تحطه من 2 لـ 3 بتبقى الامور كويسه خالص. غير كده ما فيش اي حاجه ممكن اقولها لها غير انها ما تشيلش الشعر بعد كده بالطرق التقليديه. بعد ما يجي يعدي 3 أسابيع لشهر تبدا تيجي تاني العياده تعمل جلسه. طب ليه التحذير ده يا دكتور؟ ليه ما تشيلش؟ لانها لو بدات تشيله تاني بالطرق التقليديه هتبدا تشيل بصيله شعر اللي انا اوريدي بضعفها. بتعمل موجوده وبتحفز البصيله انها تقوى تاني، فاعمل انا حاجه هي بوظها لي من الناحيه التانيه. جميل. للاسف دكتور وقت حلقتنا انتهى. كهكذا الاوقات يعني المفيده يعني. فدكتوره ولاء الهادي استشاري الجلديه والليزر والتجميل جامعة الزقازيق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريف حضرتك والمعلومات اللي شاركتنا بيها. ميرسي جدا. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات، حتى نلقاكم في سوق جمال اخر الاسبوع القادم. لكم منا اطيب منى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.